عايز اكلمكم عن فرصه للسفر لتركيا في وقت ما يتعوضش. دلوقتي الليره سعر العمله بتاعت تركيا بقى تقريبا يساوي الجنيه المصري وتقريبا يساوي 7 سنت من الدولار. ففي الفيديو ده هكلمكم عن رحلتي لتركيا وكلفتني قد ايه من اول الاقامه للمواصلات للاكل لكل حاجه ممكن اكون انا صرفتها في السفريه دي. مش بس كده، انا كمان عايز اكلمكم عن انطباعي للسفر لتركيا في وقت الشتاء وكل حاجه تتعلق بتجهيز السفر لتركيا من اول الفيزا والتصريح الامني للحجوزات مواصلات للاقامه لكل حاجه ممكن تحتاجوها. بس تفاصيل التقديم على الفيزا هكلمكم عليها في اخر الفيديو عشان مش كل الناس ممكن تكون مهتمه بالنقطه دي. مبدئيا كده في الكومنتس وفي المسجز تسألوا كتير قوي عن الاسعار وقد ايه كلفتني مثلا تذكره الطيران والاقامه وكل حاجه انا صرفتها. فهديكم ملخص سريع كده وبعد كده نخش في التفاصيل بقى بتاعت السفريه بعد كده. اهم حاجه للسفريه في تركيا غير طبعا الفيديوهات اللي بنعملها، اهم حاجتين هما الشوبينج والاكل. دول اكتر حاجتين الناس بتيجي تركيا عشان تنبسط بيهم، طبعا غير المناظر وكل حاجه تانية والفسح والكلام ده كله. بس عاده كله بيروح بيبقى ناوي ان هو يشتري لبس كتير ويجرب اكلات كتير جدا، لان تركيا فيها كميه مطاعم ملهاش حدود وانواع اكل كتير جدا برضو ملهاش حدود. في منها اللي حلو وفي منها اللي شكله حلو وطعمه وحش قوي، بس في منها اللي شكله حلو وطعمه حلو واللي شكله وحش وطعمه حلو. يعني في حاجات غريبه انا اول مره اجربها الصراحه، واول مره احس ان انا جيت بلد هي بس عباره عن اكل، كل يوم لازم تاكل في مطعم مختلف. الشوبينج بقى طبعا من زمان الناس بتروح تركيا عشان تشتري. سعر اللبس في نظري بقى ارخص مع ان في تضخم، بس في نفس الوقت الاسعار رخيصه جدا. البلوفرات في مانجو ب 300 جنيه. بص الجاكيت بتاع زارا ده 750 جنيه. دوكو مثلا الجاكيت ده ب 500 جنيه. دلوقتي القمصان في بولو 380 او 390 جنيه. الجزمه ب 800 جنيه. وفي فيديو عملته عن الشوبينج مخصوص في شارع من اشهر شوارع شارع استقلال، هحط لكم اللينك بتاعه اتفرجوا عليه. بقالي اسبوعين اهو في البلد بروح المطعم ما بقتش اسال الحاجه بكام. مش بقى تشيكن وينز ده نفسي فيها من زمان. الله، بقعد وبطلب اكل كتير ولحمه ورز وما اعرفش ايه، يجي الحساب في الاخر مثلا 40 ليره مثلا او 40 جنيه ولا 50 جنيه، ولو وصل حتى 80 جنيه عدت مثلا كميه الاكل اللي انا باكله. لو باكله مثلا في مصر هيبقى سعره حوالي مثلا 150 ليره مثلا. والاكل طبعا تعرفين بتوع الاكل فيها كل الفيديوهات عن الاكل والتجارب عن الاكل كلها في تركيا. مبدئيا الطيران من مصر كلفنا حوالي 5000 جنيه، وطبعا ده بيختلف على حسب البلد اللي بتسافر منها وعلى حسب الوقت. وحاولوا تختاروا تذكره طيران بتدي لكم شنطتين وانتم مسافرين عشان هتحتاجوها للشوبينج. بص الناس جايه بشنطه سفر عشان تملاها كلها لبس، يسافروا بشنطتين فاضيين لان هتملوها شوبينج قد كده، خصوصا ان الاسعار بقت في الارض. طيب اول ما توصلوا المطار لازم تجيبوا خط تليفون. اسعار الخط التليفون رخيصه جدا والانترنت هيبقى رخيص جدا بعد ما الليره طبعا نزلت. او انا جبت عن نفسي 100 جيجا، سعره في المطار حوالي 500 ليره، بس لو نزلت البلد وجبته من البلد فحوالي هيبقى تقريبا 400 ليره، فمش هتفرق كتير قوي. ان لو هجيبه مثلا 20 جيجا فمثلا هيبقى مثلا 150 ليره، يعني هيبقى برده رقم قليل جدا على كميه جيجا اللي موجوده. اول ما تطلعوا من المطار عشان تروحوا البلد في اتوبيسات اسمها هافيست، دي كلها سعرها حوالي تقريبا 40 ليره 30 ليره حاجه كده. في اتوبيسات كتيره وكل اتوبيس بيروح على مكان معين، او هتاخد تاكسي، بس التاكسي ممكن يخش في حدود 200 ليره مثلا، انا مش عارف. في المواصلات بقى في كارت لازم تطلعه، ده مهم جدا، اللي هو اسطنبول كارد. الكارت ده هتحتاجه في المواصلات، في القطر، في المعديه اللي هي بتعدي الميه، وفي الاتوبيسات، وهتستخدمه تقريبا في كل المواصلات. بتشحنه سهل، شحنه سهل جدا، بتروح على المكنه تشحنه تحط الكارت، حتى مش محتاج تغير اللغه وتفهم تركي، تحط الكارت على الجهاز، بعد كده تحط الفلوس وتستنى كده كام ثانيه وتقوم واخد الكارت ومشي. اهم حاجه لازم تكونكت الكارت ده بحاجه اسمها هاس كود، HES كود. ده بتخش اونلاين، هحط لكم اللينك بتاع الويب سايت، تخش عليه تلينك الكارت بتاعك بالباسبور بتاعك باسمك، لان هاس كود ده مهم جدا، هتبقى ماشي بيه وانت داخل المطار هيسالك عليه. بعد ما تكونكت الباسبور بتاعك وبياناتك مع الهاس كود ده هيطلع لك باركود، ده صوره وخليه معاك، ده هتحتاجه كتير جدا. الهاس كود ده ليه علاقه بان هو يعني ايه بيتراك مكانك فين، عشان لو انت كنت مريض بالكورونا او كان معاك حد مريض بالكورونا فيقدر ان هو يعرف ايه لو يخليك تركب القطر مثلا ولا لا، يخاف منك. ونيجي بقى لاخر نقطه في الحته دي هي الاقامه. في بقى طرق كتيره من الاقامه، يا هتقعد في اوتيل يا اما هتاجر شقه. يعني انا دلوقتي ماجر شقه على اير بي ان بي، الشقه دي تقريبا سعرها حوالي
600 ليره في اليوم او 700 ليره حاجه كده اهو. ده يعتبر مش رخيص ومش غالي قوي برضو، بس دي شقه كبيره باوضه بحمام بمطبخ بقى، عشان انا بحب اعيش حياتي، بحب ايه اصرف شويه عشان بصور واللوكيشن والحاجات دي بتفرق معايا. فبالنسبه لكم ممكن تجيبوا شقه اصغر شويه بسعر احسن بكتير من ده. وكده كده برومو كود ده على اير بي ان بي بيعمل ديسكاونت لحد $65 تقريبا، وهحط لكم اللينك في الفيديو تحت. عايزين برضو نشكر سمان على الاقامه اللي هو ظبطها لنا برضو تبع الشركه بتاعته، وقعدنا اول اسبوع عنده على نفقه الشركه بتاعته. بفكر بقى بعد كده لو انتوا حابين اعمل فيديو مخصوص عن كل الشقق اللي تأجروها من اير بي ان بي، او كل الاوض اللي في الفنادق اللي تأجروها مثلا من على booking.com، عشان اسهل عليكم الاختيارات. بس لو انتوا عايزين قولوا لي وانا هنقي الحاجات دي كلها واعمل بيها فيديو. خش بقى النقطه اللي بعدها، وهي يعني انطباعي عن تركيا. انا بالنسبه لي تركيا دي اول مره اسافر تركيا، وحظي ان اول مره سافرها كان في الشتاء. عاده الناس بتيجي تركيا في الصيف عشان تنجوي بقى الجو والبحر والمناظر والدنيا دي كلها، بس انا حبيت اطلع دلوقتي واجرب واخد التجربه يعني في الشتاء. هي بلد هي ظريفه جدا ومنظمه، المناطق شكلها ظريف، تحس هي برضه هي اوروبيه شويه، وفي نفس الوقت تلاقي جوامع فبتبقى في لخبطه كده شويه، والناس شكلها برضه مدي على مصري او مدي على عربي شويه، فتحس كده بلخبطه وفي فرح تحت. فزي ما بقول لكم الاجواء مش هتحسوها مختلفه قوي كعادات وتقاليد، بس في نفس الوقت الدنيا شكلها مختلف، شكلها اوروبي شويه، تحس انت سافرت وشفت مناظر جديده وعالم جديد. بعد ما خلصوا بقى الشوبينج والاكل والكلام ده كله، في حاجات كتير ممكن تعملها في تركيا وبالتحديد في اسطنبول. ففي اسطنبول بعد ما تاكلوا بقى وتشربوا وتشتروا بقى لبسكم والحاجات دي كلها، لازم تعملوا شويه زيارات كده، تعملوا رحله بقى تكتشفوا بقى تاريخ اسطنبول من ناحيه بقى الجوامع الموجوده والكنائس اللي موجوده والاسواق اللي موجوده. في اسواق كتير جدا، في اسواق مصريه اصلا موجوده، زي اسواق مثلا اسمها جراند بازار وسبايس بازار. وصلنا على السوق المصري في تركيا، وعايزين نكتشف هما بيبيعوا ايه اصلا، اللي هو السوق اصلا معروف كمان باسم السوق بتاع البهارات. خشوا اتفرجوا حاجات اصلا في من مئات من المحلات جوه مكان كبير، ممكن تشتروا منه وتفصلوا وتجيبوا احسن سعر وتجيبوا منتجات حلوه جدا. طبعا القهوه معروفه، قهوه تركي هتجيبوها من تركيا، المفروض الحاجه بقى 10 على 10، بجانب طبعا الحلويات. الحلويات دي حاجه تانية يعني. انا مبسوط صراحه في السفريه، شايف ان في حاجات كتير قوي تتعمل، وانصح اي حد ما سافرش بره مصر قبل كده ان هو يبدا بتركيا، لان هي دلوقتي برده اسعارها رخيصه وسهلة تتعامل مع الناس. يعني هتلاقي ناس كتير قوي بتتكلم عربي، فلو انت حتى الانجليزي بتاعك مش قوي هتعرف تتعامل مع الناس وتكلمهم، يعني بيفهموا انجليزي وممكن يفهموا شوية عربي، فمش هتوه قوي ومش هتبقى صدمة حضارية كبيرة لو عمرك ما سافرت قبل كده. انا مش بحاول اعمم، كل الناس في تركيا هنا عنصريين. قابلت تراكوى ظراف جدا، الراجل اللي اداني اكل ده هو ما يعرفنيش لاني بصور وسائح وبتاع، فاداني اكل واداني لبن رايه بشربه مع الاكل. ليه بس ده؟ This is yours. إكرام. إكرام. بجد والله. تركي. والله. الله. الراجل التركي عمل معانا الواجب واحنا قاعدين، وجاب لنا الكوكوريتش. اللي مش عارف الكوكوريتش كان في فيديو بتاع الاكل، هو عباره عن عارفين الممبار، هو ممبار من غير رز ومعمول كده زي الشاورما وتحط في سندوتشات. الله، مع السحلب جميل. نفس الراجل برضه عزم علينا بحليب بلبن رايب. في ناس كويسه جدا، في ناس ظريفه جدا، وعارفين ان انا عربي ومشغلين سوريين اصلا، ان في اماكن كثيره قوي ومحلات كثيره جدا ومطاعم كثيره جدا مشغلين سوريين. فموضوع لو في عنصريه مش هيبقى كل الناس، هيبقى ناس معينه. بالنسبه بقى لللبس، واللي جاي تركيا ومش عارف ياخد لبس معاه ايه، لان هو مش متخيل السقعه هي سقعه لحد فين. يعني هي بكره هتنزل ثلج، النهارده بتمطر، وبكره درجه الحراره تبقى ماينس 1 تقريبا. الجو هو كان ساقع بقى اسقع، بقى درجه الحراره صفر، بقت تنزل ثلج. فانا شايف نقط من الثلج اللي نازله اهي، بس مش هبان دلوقتي عشان لسه نازله حالا. فالجو في الشتاء في تركيا ساقع، وساعات بقى لما بتقلب بقى وتهب معاه بتبقى في هواء جامد ومطره، والشماسي ما بتاثرش، الشمسيه ما هتعملها كده هتتكسر من الهواء. ايه اللبس اللي اجيبه؟ انا اول مره اسافر في جو يكون ثلج كده، عاده بسافر في البلاد لما يكون جوها كويس يعني. فاكتشفت حاجه ظريفه جدا، ان انا ممكن اكون لابس جاكيت بيسموه داون جاكيت، تقيل كده اللي انا بلبسه في الفيديوهات عندي التقيل ده، وتحته ببقى لابس تيشرت. هو الجاكيت اللي بينفع، الجاكيت اللي بيبقى فيه منفوخ ده اللي فيه ريش نعام ده، هو ده اللي بيدفي وينفع، تلبس تحته تيشرت عادي بسهوله جدا. اي بقى حاجه خفيفه لينا المصريين العرب، هنتجمد. بس
فمش محتاج تجيب جواكت كتير او بلوفرات كتير عشان هياخد مكان ومش هتحتاجه كله. وساعات ناس تلبس ثيرمال زي خامه كده بتحفظ الحراره بتاعت الجسم عشان ما تسقعش، فمش محتاج تلبس لايرز كتير، طبقات كتير مش محتاج. فانا بالنسبه لي بلبس تيشرت عادي وفي الجاكيت الكبير ده وكوفيه، ببقى مفيش اي حاجه بتقرب لي. وممكن البنطلون بلبس مثلا تحتيه برده حاجه ثيرمال عشان السقعه ما تتخطركش البنطلون، لان كمان هتلاحظ ان بره الدنيا ساقعه، بس اول ما تخش محل هتلاقيهم مشغلين دفايات وفي المولز مشغلين دفايات، فهتخش هتفطس لو لابس تقيل قوي هتفطس. فاحلى حاجه في الجاكيت ان انت تقلعه تبقى بالتيشرت او تبقى لابس حاجه خفيفه والموضوع يبقى ظريف، ما يبقاش حر بقى واحد، عشان برضو الواحد ما يعياش، سهل جدا الواحد يعيا في الجو ده. طب انا كده سريعا لخصت لكم الانطباع والواحد يبقى مستعد ازاي على السفريه لتركيا. واخر نقطه بقى اللي ما اتكلمناش عليها اللي قلنا هنتكلم عليها في الاخر هو التقديم على الفيزا. انا هتكلم برضو من ناحيه المصريين، يعني ده هيهم المصريين اللي ما بين تقريبا 18 و45، لان تحت 18 وفوق 45 ممكن يقدم اونلاين وياخد الفيزا اونلاين ويقدم على التصريح الامني ويسافر. اللي معاه فيزا امريكا او فيزا انجلترا بيقدر برضو يقدم اونلاين. الاسعار الفيزا $140 والمستعجل $240. كل بقى ما معهمش فيزا امريكا وانجلترا واللي تحت 45 سنه وفوق 18 سنه يركز بقى، لان هي دي بقى الخطوات. الخطوه الاولى انك هتروح على مكتب اسمه ام زد اوفيس، ده موجود في الدقي، هو بيفتحوا الباب الساعه 8 وهتلاقي طابور طويل، فكل ما تروح بدري كل ما يبقى احسن. انا رحت الساعه 6 الصبح. هتروح تاخد ميعاد بعدها باسبوع عشان تقدم على الفيزا وتستلمها كمان اسبوع. مبدئيا هو صعب على الطلبه ان هم يسافروا، هو اسهل للناس اللي هي بتشتغل وبيجي لها دخل ومكتوب على الباسبور بتاعها ان هي بتشتغل مش حاصل على. الحاجات دي بتفرق في التصريح الامني. محتاج الورقه من الشغل هو الاتش ار ليتر، او لو عندك شركه يبقى السجل التجاري والبطاقه الضريبيه وحساب بنكي لاخر 6 شهور صور حديثه. كمان لو عايز تسهل على نفسك ممكن تحجز طيران مبدئي واوتيل مبدئي، بعدها باسبوع بعد ما تاخد الفيزا تروح التصريح الامني. ده المكتب موجود في العباسيه، بتروح تقدم على التصريح الامني بتستلمه تاني يوم اللي هو المستعجل. التصريح الامني، صور باسبور، صوره بطاقه الوالد، باسبور الاصلي طبعا، برده اتش ار ليتر من الشغل بالعربي والانجليزي، والتامينات، ورقه التامينات بدل اتش ار لو في السجل التجاري، والبطاقه الضريبيه والنسخ من الفيزا. ولو انت الباسبور لو مش مكتوب فيه الشغل بتاعك، لازم يبقى الشغل بتاعك مش حاصل على، محتاج تغيرها، فعشان تغيرها تغير البطاقه وترجع تغير الباسبور. الموضوع برضو ايه تقيل شوية، وبتستلمها تاني يوم والسعر 100 وحاجة مش كتير يعني. بس دي الخطوات سريعا للسفر الى تركيا. انا كنت الفيديو ده يعني حاولت فيه ان انا الم وسهل عليكم خطوات السفر عشان تبقوا مستعدين نفسيا ومعنويا وماديا على السفرية التركية. سفر هنا يعني تيجي تنبسط من الاكل والشوبينج اللي هتعمله، فهتطلع بمصلحة ظريفة في وقت ان الاسعار فيه رخيصه جدا، برغم حتى ان فيه تضخم بس برضه الاسعار رخيصه. ولو انبسطتوا بقى ادونا لايكات بقى، عايزين نوصل الفيديو ده لمليون الف لايك اي حاجه. يلا بينا، ما تنسوش بقى تيجوا على بتوع الاكل وتشتركوا في محسنز عشان الفيديوهات التركيه القادمه كتير. احبكم الله، واشوفكم الفيديو الجاي مع محميه.